بسم الله أحشم أبناء كربلاء الغيارة أخاطبكم بدمعة كل تكلة وكل أم فقدت ابنها، أخاطبكم بدمعة كل زوجة، أخاطبكم يتيمة، أخاطبكم بدمعة كل عائلة نائمة في العراء بلا مأوى تحمونا وتحفظونا من الخطف والقتل. أكنتم مراجع أم مشايخ عشائر؟ ها أنا أحشمكم وأدعوكم لنصرة الحق، لنصرة هذا الشعب المظلوم المخطوف. ألا من ناصر ينصرنا؟ ألا من ناصر ينصرنا؟ ارجعوا معنا يا أهل الحمية وأهل الغيرة، لا تتركونا في ساحات الحق لوحدنا. أدعوكم للانضمام ليوم غد الأحد جميعا بالشرف والحمية، أن تقفوا وقفة الحق.